الحمد لله على نعمه الاسلام. والله ما فهمت شراهم داير ليك واحد هنا. ايماجين تتخلص باش تدخل الجامعه. ايماجينيها حاضر، داروا الرقم والموت كيف ومن بعد بدلوا الرقم. الخاوة مرحبا بكم في يوم جديد هنايا في ماليزيا وتحديدا في كوالالمبور. اليوم رانا رايحين نكتشفوا واحد من اهم المعالم هنايا في كوالالمبور، اللي هو واحد ستاتيو اللي جاي مشهور بزاف، اللي هو ستاتيو اللي قدامو دوك الدروج اللي تطلعهم. انا رايحين نشوفوه دوكا، اللي مقابلو دوكا في الحقيقه. باش جيت لهنايا انايا جيت في الطاكسي، لاننا رانا ثلاث اشخاص. جيت بالطاكسي حتى لهنايا واستقامت لي غير 14 رينغت، ماشي غاليه بزاف سيرتو كي تتقاسمها حنايا كنا ثلاثه. بصح كاين طريقه واحده اخرى، اللي هي انك تجي فتره ما يستقاملكش بزاف للشخص الواحد، واقيلا 2.6 رينغت. دوك لي بري كامل تيبوهم لهنايا لتحت بالدينار وبالدولار. بصح حنايا شغل لوطا اللي رانا ساكنين فيه بعيد على التران، لازم تمشي 40 دقيقه باش تلحق للستاسيون تاع التران باش تجي لهنايا. تما بزاف ما بغيناش نمشيو بزاف، ولا نحكمو طاكسي من لوطيل حتى لهذيك لاكار تاع التران، بعد نعاودو نروحو في التران. ايا ديريكتومون حكمنا طاكسي من لوطيل تاعنا ديريكت، جابنا لهنايا. ضربنا 20 دقيقه من سونتر في تاع كوالالمبور وين رانا كاريين. هذا التمثال اللي راه ورايا طوله تاعو قريب 43 متر، وهذا اللي راهو منا الدروج اللي راهو منا كاين 272 درجه باش تلحق الوحده الكلية راهو جايين. الدخول لهنايا باطل، يعني ما تحتاج تخلص والو في اي بلاصه من هذو لي زونفيرون، يعني تقدر تروح تفوق للكهوف ما تخلص والو، تقدر تريح هنايا ما تخلص والو، تتصور باطل كلش باطل. هاوتي رانا رايحين نطلعوا هذا الدروج قاعد هنا حتى للفوق وحتى للكهوف، كاين 272 درجه نطلعوها كاع بالعظيم. بتاعي ولا مازال؟ مازال؟ أو يحسب فيها. شحال كملنا من درجة؟ 103. 103؟ 103. كملنا النص وبقى النص خالتي. مابقاش قد اللي فات. يا خالتي بدينا نعياو. مابقاش بزاف. خاوة كيما راكم تشوفوا لحقنا الكهوف الفوق، الكهف هذا اللي راكم تشوفوا فيه، شوفوا شحال كبير، مش عارف شكون يبان لكم بيان. ايا صبنا هنايا بلي راهم يعبدوا لهنايا، ما شافوش من ديانا هذه صراحه. راهو كاين الغاد راهم هنايا الناس يخلصوا باش يدخلوا. ايماجيني يخلصوا باش ايماجيني انت تخلص باش تدخل الجامع. ايماجيني يا حظ راهم يخلصوا باش يدخلوا يتبور. خاطر راهم دايرين اغنيه شابه قطاش طيح. هاو دوكا كملنا ورانا هابطين، وشوفوا الدروج شحال واعرين، ماشي واعرين هما شغل جايين هنايا قصار ولا رجلي كبيره. شوفوا تما لازم تهبط غير بشوية، كي تكون كاينة شوية شتا تما قادر تنزل تجيب. صح شوفوا الدعوة منا. الله يوينا. ياكو خالتي، الجن كان يضرب في بلان. أو يا الحاسوق عليه ليه؟ عمر كاع فم. خاوة الحاجة اللي تشوفوها هنايا في ماليزيا هي انه كيبا باريزومبل هنايا هذه ثلاثة، واحد زوج ثلاثة، هذه ربعة نورمالمون، بصح يكتبوها 3A. علاش باريزومبل هنايا ثاني هاي وين هذه 13 اما عندها 14؟ علاش؟ باسكو ربعة تتقصى باللغة الصينية، وهذاك يعني الموت باللغة تاعهم. الحاجة اللي بيزار سيكو داروا الرقم والموت كيف ومن بعد بدلوا الرقم. واحدة من الاشياء اللي لازم ديروها كي تجيو هنايا كوالالمبور هي انكم تكرو في اوتيل ولا في بلاصة اللي يكون فيها انفينيتي بول كيما هذه، طلع عليكم على كامل هذا المنظر وكامل ناطحة السحاب اللي كاينين في كوالالمبور. خاوة مرمى البارح شفنا وزرنا المعبد تاع الديانة الهندوسية، اليوم رانا في المعبد تاع الديانة البوذية. كما راكم تشوفوا هذا هنايا يجوا يتبركوا به، فكنت نوريكم كيفاش راهم يديروا. شوفوا هنا يا خالتي راهم يدوا هذه من هذه ومن بعد يشعلوا فيها النار، هو هذاك شو العنبر، راني يعني شمغي في ريحة العنبر. ثم راهم يدوا من هذه ومن بعد هنا يحطوه لهنايا، باش نوريكم. هاي هنا يحطوه لهنايا. وكان ما على باليش واش يقصدوا بها هذه. بصح على كل حال انا خاطيني انايا في هذو لي فيديو كي راني نوريكم في هذو الصور
صالح راني برك نقول لكم في المعلومه باش نوري لكم الديانات الاخرى والشعوب الاخرى كيفاش راهم عايشين، كيفاش واش يامنوا كامل هكذا باش تعيشوا معايا وتثقفوا معايا كيفاش الناس راهم عايشين في الجهه الفوقانيه. راهم كاينين هذو التماثيل، والله ما على بالي واش معناهم خالتي، بصح بانوني بيزار ميم سي التماثيل كاع حرام، بصح شوف كيفاش دايرين. الحمد لله على نعمه الاسلام، والله ما فهمتش راهم شراهم دايرين. ليك ليك واحد هنا، ليك ليك شو هذا، هذا راه يتعذب ولا ما فهمتش، والله ما على باليش هي خاوتي لا راهم هنا يتعذبوا ولا هذه نار ولا والله ما فهمتش هو هذا. ليك هنايا ليك شو هذا، الواحد واقيلا لازم يحوس في جوجل على بوذيه كيفاش يامنوا، بيزار على بالكم. المهم الخاوه انايا ما جيت هنايا على جال هذاك التيمبول ولا الديانه البوذيه ولا عساكي ما هكذا، جيت هنايا على جال حاجه وحيده وهي اللي كانت امبورطونت بزاف واللي هي المنظر تاع هذه البلاصه. ليكو هنا خليكو خاوتي المنظر منه، ليكو شحال شباب كان كاين الضباب بزاف دوك راهو ينقص، وكينقص الضباب على بالكم واش معناها دوك. هذا المنظر اللي راكم تشوفوه فيه راكم تشوفوه فيه غير بالجو برو بالكاميرا، بصح دوكا نوري لكم الفي من الفوق بالدرون. مور 3 2 1 البلاصه هذه اللي راني فيها دوكا مانيش عارف كيفاش تنطق اسمها سوا سوا، بصح هي نورمالمون راهي مكتوبه تشين سوي تيمبل وجايه سوا سوا في جنتين هايلاندز. هادو هذه المدينه اللي جايه هنايا بعيده على كوالالمبور بحوالي 50 كيلومتر. حنايا باش جينا لهنايا حكمنا ديريكتومون طاكسي، كي رانا 3 اشخاص شغل دايما تنقص بزاف المصاريف كي تكونوا اكثر من واحد هكذا. كي لحقنا لهنايا درنا واحد الساعه هكذاك باش لحقنا لهنايا، بصح انتوما تقدروا تحوسوا على طريقه اخرى بار اكزومبل تقدروا تروحوا لجنتين هايلاند، بصح راح تطولوا بزاف الى رحتوا بار اكزومبل بالترا. انا كي حوست عليها لقيت بلي قاعده تدي ساعتين، بصح ما على باليش الا كاين بيس ديريكتومون من كوالالمبور حتى لجنتين هايلاند. كي تلحقوا لجنتين هايلاندز للمدينه هذيك تقدروا تطلعوا كيما هكا بالتليفيريك كيما راكم تشوفوا منا تليفيريك دوك يفوت معنا وين تليفيريك يطلع دوك انايا نعاود نهبط فيه. والطاكسيات كامل هذو اللي راني نقول لكم عليهم في هذو لي فيديو راني نجيبهم من تطبيق جراب، يعني تدخل فيه تعمر لي زانفورماسيون تاعك وتحوس على طاكسي يكون قدامك يعني نورمال كيما حنا عندنا شغل ياسير. كيف كيف خاوتي كنصيحه برك خاوتي على حسب واش شفت انايا نورمالمون كي تخلص بالكارت فيزا راح تستقام لك رخيصه على انك تخلص بالكاش ديريكت، باسكو الشونج تاع الكاش راح يكون غالي على الشونج تاع الكارت فيزا. انا كي حسبتها بيرسونيل مو هكذا. اوكي عبد العظيم كي يهبلها وما يكونش راه قدم ليه ليكم كيفاش يا وليدي، هذا الدروج طالعين وهو ها. اوكي ترى اوكي دوك كنا في التليفيريك بري من فوق حتى لتحت 10 رينجت يعني بدراهم ما شحال حوالي 46000 هكذاك، غاليه شويه بارابور لينا حنايا، بصح كومفورتابل بزاف خاطي وديك المنظر من هنا. وهنايا الخاوه لحقنا لنهايه الرحله تاعنا في كوالالمبور برك، مازالت الرحله تاعنا متواصله في ماليزيا، مازالوا زوج لي فيل زوج مدن انا راحين نزوروهم في الايام القادمه ان شاء الله. تما تبعوا الفيديو اللي راهم جايين راهم راحين يكونوا شابين بزاف، خاصه اللي راهم جايين باسكو راح تكون فيهم الطبيعه اكثر من المدينه، تما واش دير روحكم باش تبعوهم. هنايا نوصلوا لنهايه الفيديو تاع اليوم، نوصلوا لرحلتنا في كوالالمبور. اذا كنت جديد في القناه ما تنساش تشترك لتحت، خلوا لي في التعليقات رايكم في الفيديو اللي راهم جايين. مع الاول بديتها شويه ثقيله على بالي خاوتي، كنت شويه ثقيل في الهضره وكامل، بصح دوكا بديت نطلق مادام دوك بشويه من على شهر شهرين 3 اشهر تشوفوا كيفاش نولي نهضر مليح باذن الله، فيديو راح يتطور اكثر واكثر ان شاء الله. بصح لازم تدعموني، لازم تسيو توقفوا معايا وتكونوا معايا هكذا باش نقدر نطور من المحتوى ونبرونشي بزاف مع المونتاج ومع لي فيديو اكثر من اللي راني دوكا. واش نقول لكم خاوتي، الا ماكمش دايرين جام ديروا جام، الا ماكمش مابونين ابونو ابينو ابينو. وهذه هي خاوتي، دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.